كشفت صحيفة يون شفق التركية عن استطاعتها الوصول إلى تسجيلات صوتية قالت إنها مرعبة، تكشف عن تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله لمقر القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الجاري، ومنذ ذلك الحين لا يعلم عنه شيء. ونشرت الصحيفة جزءا من الحوار التي حصلت عليه، ومن بينها تسجيل صوتي للقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي وهو يتحدث إلى فريق تنفيذ العملية يطلب منهم تقطيع الجثمان خارج غرفته. وعندها قال له أحدهم: لو تريد أن تصل للسعودية وتريد العيش هناك فاصمت. وقالت الصحيفة أن التسجيلات التي اطلعت عليها تظهر تعرض خاشقجي للتعذيب بشكل أليم قبل أن يتم قتله، وتوضح أنه تم تقطيع أصابعه أولا إلى رأسه. وقالت وكالة الأنباء الأمريكية AP عن مصادر تركية أن فريق التفتيش التركي قد توصل إلى أدلة تثبت فعلا مقتل خاشقجي داخل القنصلية. وكشفت الجزيرة في وقت سابق نقلا عن مصادر تركية أن عملية خاشقجي انتهت بعد 4 دقائق فقط من دخول خاشقجي للقنصلية. وقال مدير مكتب الجزيرة في تركيا عبد العظيم محمد أنه عقب دخول خاشقجي لمكتب القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي دخل عدد من الأشخاص على خاشقجي وسحبوه إلى غرفة مجاورة وحاولوا قتله بالإبر وليس بالرصاص. جدير بالذكر أن الصحف التركية قد أشارت في بداية اختفاء خاشقجي أن فريقا أمنيا سعوديا مكونا من 15 شخصا من بينهم مدير الطب الشرعي السعودي صلاح الطبيقي كانوا قد وصلوا مطار أتاتورك في إسطنبول في 2 أكتوبر في ذات اليوم الذي انطلق فيه خاشقجي نحو القنصلية السعودية في إسطنبول. كما تواجدوا داخل القنصلية خلال تواجد خاشقجي فيها، ومن ثم غادروا إلى الرياض عبر طائرتين خاصتين توجهت إحداهما إلى مصر أولا، بينما الثانية إلى دبي ثم الرياض.